من بعد ايام قليله غادي نستأنفوا العمل ديالنا ان شاء الله، وخاصنا نبقاو ملتزمين بالاجراءات الصحيه والوقائيه. مشاهدينا مرحبا بكم، انا اليوم عندي موعد اللي سبق لي خديته مع واحد من مراكز الفحص التقني المرخص ليه من طرف الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه نرسا. جيت باش ندير لا فيزيت تكنيك لطوموبيلتي من بعد ما غسلتها من الخارج وعقمتها من الداخل قبل ما نجي، وباش نحافظ على السلامه ديالي من فيروس كورونا راني شاد الصف خارج المركز في الطوموبيله ديالي، حيت لداخل ما بقاتش قاعه انتظار كيف ما كتكون في الايام العاديه، وكيف ما كتشوفوا انا بوحدي في الطوموبيله ودير الكمامه وجايب معايا السيلو باش نسيني شي حاجه الا كانت خصني نسنيها. من بعد ما جات النوبة ديالي كنحل الشراج مكاملين وكنخلي السوارة في الطوموبيل وكنزل منها. قبل ما ندخل الإدارة كنعقم يديا بالطريقة الصحيحة. أنا دابا في الإدارة غنخلص ومعايا لاكارت غريس ديالي، ومحتارم مسافة الأمان بيني وبين المسؤول، وإلا كانت الإمكانية نخلص بلاكارت غيشي غيكون أفضل. من بعد غنخرج من المركز وانا محافظ على مسافه الامان بيني وبين الناس الاخرين. انا على برا المركز غناخذ ورقاتي من عند المكلف وغنسينيهم بالستيلو اللي جبت معايا، وانا دائما داير الكمامه ومحتار مسافه الامان بيني وبينه. تكنيسيان جاب لي الطوموبيل وطلب مني ناخذها، شكرته وانا محتار مسافه الامان بيني وبينه. وقبل ما نغادر بغيت نقول لكم انه بعد كل عمليه فحص التكنيسيان كيعقم يديه وكيمسح رجليه بالبرودوي ديال التعقيم ملي كيبغي يطلع وينزل من الطوموبيل، وهذه الخطوات اللي تبعنا راه كتهم جميع المركبات والدراجات الناريه. كيف ما شفتوا نرسا ومهني وقطاع الفحص التقني كيسهروا ديما على حمايتكم وسلامتكم باش يقدموا لكم احسن الخدمات. تعاونوا جميع باش نحاربوا هذا الوباء ونقضيوا اغراضنا بكل امان ولا زحام. نرسا كتسهر دائما على حمايتكم وسلامتكم باش تقدم لكم احسن الخدمات. نتعاونوا جميع باش نحاربوا هذا الوباء ونقضيوا اغراضنا بكل امان وبلا زحام. وزاره التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، نارسا، الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، سلامتكم اولويتنا.